وللمتابعة أكثر ينضم إلينا من بلدة سباستيا شمال نابلس مراسل الغد خالد بودير. خالد، اليوم الثالث لإغلاق الموقع الأثري، ضعنا في المشهد لديك. نعم، بالفعل هذا هو اليوم الثالث لتواصل عمليات اقتحامات المستوطنين في بلدة سباستيا وتحديدا في الموقع الأثري. جيش الاحتلال الإسرائيلي أبقى على إغلاق الموقع الأثري أمام السياحة الفلسطينية والأجنبية، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين. حتى هذه اللحظة نحو 200 مستوطن اقتحموا الموقع الأثري، وعروضات وشروحات وكذلك أيضا مسرحيات في المدرج الروماني يتم عقدها في هذه اللحظات للمستوطنين، إلى جانب طبعا بعض الحفلات الصاخبة التي يقيمها المستوطنين تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. مقارنة ويوم الأمس، اليوم الثاني الذي كان البارحة، الأعداد لهذا اليوم لربما انخفضت. بالأمس كان هنالك نحو 1000 مستوطن قد اقتحموا الموقع الأثري في سباستيا، لكن حتى هذه اللحظة يعني في هنالك نحو 200 مستوطن، لكن عملية الاقتحام ستتواصل التي تبدأ من تمام الساعة 9 وتستمر حتى الساعة 6 من مساء هذا اليوم. هو اليوم الأخير لعملية الاحتفال بالأعياد اليهودية وتحديدا هنا في الموقع الأثري في سباستيا، لكن ذلك لا يعني أن موجة الاقتحامات قد انتهت فيما يتعلق بالمواقع الأثرية. هنالك إعلانات ما بين الفينة والأخرى يتم تنظيمها من خلال رحل طبعا واقتحامات للمستوطنين، وحتى رحل تتعلق في طلبة المستوطنين في المستوطنات يتم اقتيادهم إلى هذه المنطقة للتعريف على أنها ليس موقع أثري فلسطيني ولا هي موقع أثري عالمي، إنما هي موقع أثري وحديقة إسرائيلية. هكذا يحاول الاحتلال الإسرائيلي تمرير معلوماته بالتأكيد فيما يتعلق عملية الاقتحام المستمرة في يومها الثالث. طبعا ألقت بظلالها على المحال التجارية وإغلاقها وتقييد حركة المواطنين ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في محيط طبعا الموقع الأثري، الذي طبعا هو الموسم المنتظر بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين والمزارعين. نعم، فيما يتعلق وقطف الزيتون، لكن تزامن مع الاقتحامات وهذا ألقى بظلاله على معاناة جديدة للمواطن الفلسطيني إلى جانب هذه الاقتحامات. نعم، نشكرك خالد بدير مراسل الغد على كل هذه المعلومات، كنت معنا من بلدة سباستيا شمال نابلس.